موضوع الحرب الأوكرانية وتأثيرها المدمر على كثير من الدول العربية، سواء في مسألة الغذاء أو مسألة الطاقة. الموضوع الصومالي، الصومال يقترب من مجاعة مخيفة نتيجة لقحط وقلة الأمطار، يتعرض احتمال أن يتعرض ملايين من أهل الصومال للخطر. ده معناه إيه؟ معناه أنه من لن يستطيع أن يأكل سوف يبحث عن من يعطيه الغذاء، أي أنه ربما يتجه أفراد من الشعب أو من القبائل إلى ممارسات وأعمال لا ينبغي أن تكون. منطقة القرن بصفة عامة ممكن تهتز الأمور فيها، بحر الأحمر ممكن تهتز الأمور فيها، المنطقة شرق أفريقيا بكاملها، اليمن، الجزيرة العربية نتيجة الهجرات ملايين من البشر مش لاقين يأكلوا. فبحث هذا الأمر ولدينا بعض الأفكار الأساسية كيف ننطلق في مساعدة الشعب الصومالي. القضية الفلسطينية، أين القضية الفلسطينية في هذا الخضم من التحركات الإسرائيلية والتحركات الأمريكية والتحولات التي تحدث؟ هل هناك مقاربة جديدة؟ هل نستطيع كدول عربية أن نقترب من القضية الفلسطينية بأسلوب جديد؟ كيف نتفاعل مع كل هذه الأوضاع؟ هيسألني حد طيب اتفقتوا على إيه؟ أقول لك ما أقدرش أولا أقول لك اتفقنا على إيه، لأن النقاشات غير معلن عنها، وإلا وكأني أقدم للطرف المعادي الحلول التي نسعى ربما لإنقاذ الوضع. بصفة عامة أرى كان اجتماع ولقاء معقول جيد. لبنان، الحضور في هذا التوقيت تحديدا إلى لبنان بظروفه الاقتصادية بالغة الصعوبة، وجميعنا بنستشعرها، يعني أنا أتيت إلى لبنان مرات كثيرة ولم أرى هذا الوضع الاقتصادي بالغ الصعوبة، الوضع السياسي اللبناني. لكن هي رسالة من مش الجامعة العربية، من الدول العربية، أن ندعم البحث عن تسويات، أن ندعم عن تحقيق الاستقرار، أن نساندكم في أوضاعكم، في مفاوضاتكم مع البنك الدولي، في كل مساعيكم. فبصفة عامة ويمكن أطلت، كان اجتماع مفيد للغاية على أي مستوى. شكرا جزيلا. كيف سيتم الدعم؟ الدعم معنوي، بالتأكيد معنوي، لأنه الجامعة العربية لا تستطيع أن تقدم غاز أو كهرباء، لكنها تستطيع أن تحث الناس على التحرك. هي عملية معنوية لإعلام الإنسانية بأن هناك مشكلة ويجب أن تسعوا لحلها. معليش مثل واحد يا تفضل، معليش إذا سمحت تفضل. أحمد بوجي قال 24، إحنا كنا عم نسأل دائما بصير في خطة بديلة إن إحنا نعمل استثمارات في السودان من قبل الدول العربية ذات رأس مال، نعرف إحنا السودان بموضوع سلامة الأمن الغذائي عنه. أقول لك يا سيدي، يسعدني فهمت السؤال. الحقيقة يعني يمكن لعلي برضو أقول لكم خلفيات لهذا الموضوع. اجتمعنا في الكويت في الاجتماع التشاوري الثاني، هو الاجتماع الأول كان في الدوحة، التشاور الثاني كان في الكويت، والثالث في بيروت. وزير خارجية الكويت في هذا الوقت وقبل الأزمة الأوكرانية قال هناك مشكلة لدينا نحن الدول العربية، دول ليس لديها مياه كافية، أنهارها جميعا مزودة بالمياه من خارج الحدود العربية،
وبالتالي نحن نرغب في أنه يا جماعة عربية تعدي دراسة لكيفية استخدام الموارد العربية، المياه، الأرض، الأموال العربية، العمالة العربية في تأمين أكبر قدر من الغذاء للعالم العربي حتى لا يحتاج لي. فلما كلفت الأمانة العامة بهذا الأمر طلبنا المنظومة العربية، وهي منظومة واسعة جدا، الإنسان العادي ما يعرفهاش، لكن الجامعة العربية لديها على سبيل المثال وكالة للتنمية الزراعية، وكالة للتنمية الغذائية، أقسام وإدارات للبحث في مسائل المياه في الأراضي القاحلة، في الأراضي التي لا يردها الكثير من المياه. فقالوا لنا لدينا الكثير من الدراسات في هذه المسألة، وعلى مدى طويل جدا أعددناها. ننوي أن نقدم تقرير كامل متكامل إلى الاجتماع الوزاري القادم في القاهرة في شهر سبتمبر، توطئة للحصول على تصديق من المجلس الوزاري العربي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وزراء التجارة والاقتصاد وغيرهم، لكي نعرضها على القمة القادمة. ده شق من العمل. الشق الآخر، يعني اصبروا علينا يا جماعة بس عشان أديكوا إجابات تفيد ولا تدفع بالإنسان لمجرد التعبير عن غضبه، أنتم بتعملوا إيه؟ في لا بيتعمل حاجات، لعل الناس ما عندهاش هذا الصبر إنها تستمع. السودان أرض مطروحة من سنين. عندما يصلنا تقرير كامل من الدولة السودانية عن المتاح، تستطيع الدول العربية والجامعة العربية دراسة هذا الأمر، من لديه رغبة في الاستثمار، من لديه رغبة في الاستفادة من هذا المتاح سوف يتحرك.